كان كيم فيلبي جاسوسا ابن جاسوس، وكان أحد ما يعرف بخماسي كامبريدج. تحول من رجل من المخابرات البريطانية MI6 إلى عميل للمخابرات السوفيتية KGB، واستطاع على مدى مساره أن ينقل إلى السوفيات الكثير من المعلومات التي همت مجالات مختلفة. لعب أدواره حتى النهاية، حتى بعد أن جاء عملاء سوفيات من الهاربين إلى الغرب، بما يفيد بعمالته للمخابرات السوفيتية. كان ما جيء به من قبيل الظنون والشكوك، ولم يكن هناك دليل ملموس يدينه. كيم فيلبي. كان سانت جون فيلبي من طينة رجال المخابرات الذين كان لهم السبق في تغيير الكثير من سلوك المجتمعات التي انتموا إليها أو تلك التي مروا بها. كان هذا الرجل الذي امتدت حياته 75 عاما بين العامين 85-800 و1000 و60-900 و1000، كان مستشرقا مستعربا، وكان دبلوماسيا وجاسوسا أيضا، مستوفيا بذلك أغلب الصفات التي كان ينبغي أن تكون في رجال الظل في منتصف القرن 19 ومطلع القرن 20، أولئك الذين كان يلجأ إليهم في اللحظات الحرجة. وكان من أقاربه برنار مونغومري، الذي كان من أكبر منافسي توماس لورانس المشهور بلورانس العرب. كذلك كان والد كيم فيلبي، الذي كان مستشارا مقربا من مؤسس الدولة السعودية الحديثة عبد العزيز آل سعود. ومثل جون، كان ولده كيم جاسوسا. ولد كيم واسمه الكامل هارولد أدريان روسيل فيلبي في الفاتح من يناير من العام 12-900 و1000 في أمبالا، التي كانت وقتها ضمن ما يعرف بالهند البريطانية. في العام 29-900 و1000 التحق بترينيتي كوليج بجامعة كامبريدج، وهناك التقى بمن سيعرفون لاحقا بخماسي كامبريدج، الذين سيعتنقون الإيديولوجية الشيوعية ليصيروا جواسيس لحساب الاتحاد السوفيتي. وهناك أيضا تعرف إلى مثقفين مشبعين بالفكر الشيوعي، منهم برنارد شو وجورج أورويل. كان من بين أساتذة الاقتصاد المرموقين في كامبريدج البروفيسور موريس دوب، الذي انتبه إلى كيم الطالب حديث الالتحاق بكامبريدج والذي بدت عليه علامات التفوق. وجهه إلى الشرطة السوفيتية التي كانت تعرف اختصارا بالجيبيو، وبلا تردد وافق كيم على العمل لهذا الجهاز. نحن في العام 30-900 و1000. 4 سنوات بعد ذلك، في العام 34، أنهى كيم فيلبي دراسته، ولأنه كان من عائلة ميسورة قرر الانطلاق في جولة عبر الأقطار الأوروبية. وفي فيينا التقى ليتزي فريدمان، وكانت نشطة شيوعية تعمل للأممية الشيوعية. أفضى لقاؤهما إلى الزواج، وإرضاء لزوجته ليتزي، وتعرف أيضا بأليس الشيوعية المتحمسة، وافق على القيام بنقل الاعتمادات المالية السرية الموجهة إلى الخلايا الشيوعية في ألمانيا النازية وفي بريطانيا. لم يدم طويلا مقام كيم فيلبي في النمسا. كان المد النازي في تصاعد، وخشي أن يقوم النازيون بالقبض على ليتزي زوجته اليهودية والزج بها في معسكرات الاعتقال، ولذلك عجل بالرحيل إلى بريطانيا. لم تكن والدته راضية على هذه الزيجة التي لم تدم في النهاية سوى أشهر. قبل لقائه بليتزي، كان فيلبي قد عمل لفترة من الحرب الأهلية في إسبانيا مراسلا لصحيفة تايمز، وكانت مقالاته بنبرة مناصرة لفرانكو. كما غطى في العام 40-900 و1000 ما يعرف بمعركة فرنسا لاجتياح الألماني للأراضي الفرنسية. وخلال الأشهر 9 الأولى من الحرب العالمية الثانية، كان مراسلا لتايمز ملحقا بمقر قيادة القوات البريطانية في منطقة البادوكالي. وبعد تقهقر قوى الحلفاء
عينه الكولونيل فالونتاين فيفيان نائب رئيس جهاز الاستخبارات MI6 في قسم مكافحة التجسس الذي أسسه الكولونيل فيفيان نفسه، والذي ظن أنه بتعيين كيم فيلبي هناك كان يحقن جهاز الاستخبارات بدم جديد. بعد عام ونصف العام من العمل الجاد تم ترقية كيم وألحق بقسم تقييم الأعمال الاستخباراتية. ومن موقعه ذاك أثر في قرار الحكومة البريطانية ودفعها باتجاه تأييد الشيوعيين في يوغوسلافيا. وأثناء عمل كيم في جهاز الاستخبارات الأهم في بريطانيا، بل قبيل التحاقه به، جاء إلى لندن الجنرال والتر كريفسكي الذي كان رئيس قسم المخابرات السوفيتية في أوروبا، وتم إدماجه في جهاز مكافحة التجسس. وكان هذا الحدث كبيرا لدى المخابرات البريطانية، لأن الجنرال كريفيتسكي لم يأتي خالي الوفاض، بل جاء يحمل معه ملفات شديدة الأهمية والخطورة في آن. كشف للمخابرات البريطانية أسماء كثير من الجواسيس المنتشرين عبر أوروبا العاملين للمخابرات السوفيتية. وكذلك كشف عن أن النقيب جون هيربرت كينغ من مصلحة تشفير الرسائل في وزارة الخارجية البريطانية كان عميلا سوفيتيا، اعتقل وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. كما تحدث كريفيتسكي عن جاسوس آخر من الخارجية البريطانية يعمل في باريس ولم يكشف اسمه في حينه، وعلم بعد سنوات في العام 1951 أن المعني هو دونالد ماكلاين، وهو دبلوماسي كان والده واسمه أيضا دونالد ماكلاين وزيرا للتربية في الحكومة البريطانية في العام 1931. كان كيم فيلبي في العام 43 في جبل طارق مسؤولا عن أمن الجنرال البولندي فلاديسلاف سيكورسكي الذي سبق أن تولى قيادة الجيوش البولندية، وكان وزيرا أول في الحكومة البولندية في المنفى. في الرابع من يوليوز 43 أقلعت من مطار جبل طارق طائرة كان من بين ركابها الجنرال سيكورسكي، ولكن الرحلة لم تبلغ وجهتها، تحطمت الطائرة وكان الجنرال البولندي من بين القتلى. بعد سنوات اتهمت دراسة بولندية متخصصة، اتهمت كيم فيلبي بأنه من دبر تلك الحادثة لتصفية سيكورسكي. حسب تلك الدراسة فإنه فعل بتعليمات جاءته من موسكو من زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، الذي قرر التخلص من الجنرال سيكورسكي لأنه صار حليفا مزعجا. تقول بعض الدراسات إن القرار اتخذ لما بدت بوادر تغير في موقف الجنرال سيكورسكي من حليف للاتحاد السوفيتي إلى مناوئ له. حتى اليوم في الطرح الرسمي البولندي أن الجنرال فلاديسلاف سيكورسكي قضى في حادثة طائرة وأنه لم يتعرض لعملية اغتيال. كانت الملفات التي حملها معه إلى لندن الجنرال السوفيتي والتر كريفيتسكي مثيرة للقلق. المخابرات السوفيتية تبدو مكتسحة شبكة المخابرات البريطانية. قرر جهاز المخابرات MI6 تكثيف ملاحقة الجواسيس الشيوعيين. لعل كيم فيلبي بدأ يحس بأن الشبكة تقترب منها، فبادر هو نفسه مقترحا على رؤسائه إحداث قسم خاص في جهاز محاربة التجسس يتولى تعقب النشطاء الشيوعيين والسوفيات. كان غرضه أن يبعد عنه شبهة العمالة للاتحاد السوفيتي، وأن يطمئن بذلك إلى أنه لن يكشف. حادثة أخرى لم تكن يد كيم فيلبي غريبة عنها. كان كوستانتين فولكوف دبلوماسيا سوفيتيا، كان رجل مخابرات سوفيتية تحت غطاء نائب قنصل في إسطنبول. فجأة عبر قنوات غير معلومة طلب من البريطانيين اللجوء إلى الغرب، وكان يعرض لقاء منحه اللجوء السياسي الكشف عن عدد من الجواسيس الذين يعملون لحساب المخابرات السوفيتية من داخل وزارة الخارجية البريطانية. وكان المرجح أن يكون بينهم فيلبي إلى جانب ماكلاين وبورغيس، وهما من المجموعة المعروفة بخماسي كامبريدج.
وصل طلب كوستانتين فولكوف إلى لندن ورسى على طاولة رئيس مصلحة مكافحة التجسس السوفيتي وهو كيم فيلبي. كان أول ما فعله أنه أبلغ موسكو بما يريده فولكوف وبأنه سيسافر إلى إسطنبول لترتيب هروب الدبلوماسي الروسي إلى الغرب. لما وصل إلى إسطنبول كان رجال الكاجيبي قد مروا من هناك وحملوا فولكوف إلى موسكو حيث أعدم لاحقا. في الخامس من سبتمبر من العام 45 900 طلب اللجوء إلى الغرب إيغور كوزينكو وكان موظفا في السفارة السوفيتية في أوتاوا، وحمل معه 108 وثائق تكشف هويات نحو 40 جاسوسا سوفيتيا. وجاء في تلك الوثائق أن شخصية رفيعة المستوى من قسم مكافحة التجسس في المخابرات البريطانية إنما هو جاسوس للسوفيات، وأن الشخص المقصود قد يكون رئيس هذا القسم كيم فيلبي. تم التكتم على الأمر، بل إن تلك المعلومات وئدت. لم يكن لأحد أن يتصور مجرد تصور أن يكون ما قيل صحيحا. مع ذلك بعد هروب إيغور كوزينكو الذي كان مسؤولا عن تشفير الرسائل الاستخباراتية، قامت كل من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بحملة مكنت من تفكيك شبكة واسعة من الجواسيس السوفيات. بهدوء تم إبعاد كيم فيلبي عن المركز بتعيينه من قبل الوزير الأول وينستون تشرشل في السفارة البريطانية في أنقرة، حيث كانت مهمته الإشراف على خلية محاربة التجسس. كانت تركيا بحدودها مع الاتحاد السوفيتي من بين أكثر المناطق جذبا للجواسيس في العالم. كان من مهامه في تركيا أن يضع خريطة للمناطق السوفيتية المتاخمة للحدود التركية وخاصة في أرمينيا وجورجيا، حتى يسهل تسلل الجواسيس البريطانيين إلى هناك ودس عملاء من القوميين الأرمن والجورجيين. وكما فعل مع كونستانتين فولكوف، أبلغ فيلبي المخابرات السوفيتية الكاجيبي بتفصيل بالمهام المنوطة به في تركيا. في العام 49 تم تعيينه سكرتيرا أول في السفارة البريطانية في واشنطن، وهناك التقى من جديد رفاق الأمس دونالد ماكلاين وغي بورغيس، وكان دبلوماسيين تحوم حولهما شكوك أمريكية بتسريبهما للسوفيات معلومات حول البرنامج النووي العسكري الأمريكي وحول عمليات لإثارة الاضطرابات في ألبانيا تم تدبيرها بتعاون بين الـ MI6 المخابرات البريطانية و CIA المخابرات المركزية الأمريكية لتنفذ بين العامين 49 و 51 900. كان وجود كيم فيلبي في واشنطن يتيح له الاطلاع على معلومات غاية في الأهمية تخص حرب كوريا، وكان هو من أبلغ الصينيين بأن الأمريكيين لن يقوموا باستعمال السلاح النووي ولن يقوموا بأعمال قصف مكثف إن تدخلت الصين في ذلك الصراع. كانت تلك المعلومات الاستخباراتية ما جعل الصين تتدخل في الحرب الكورية وتوقف تقدم القوات الأمريكية. بين العامين 50 و 52 نظم مع المخابرات الأمريكية عملية إدخال سرية لعملاء متطوعين إلى ألبانيا وأوكرانيا، وكدأبه أبلغ السوفيات بكل التفاصيل وبكل الأسماء، وتم إعدام 150 روسيا وأمريكيا و18 ألبانيا ما أن وصلوا إلى الاتحاد السوفيتي. أبلغ الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية الـ MI5 المخابرات البريطانية بوجود تسريبات من الجانب البريطاني. تم فتح تحقيق وعاد الإشراف عليه إلى فيلبي. كان يعلم أن صديقيه دونالد ماكلاين وغي بورغيس قد اكتشف وسقط عنهما القناع، ولذلك سارع بإبلاغهما فركب أول طائرة كانت مقلعة إلى موسكو. صارت شكوك CIA مركزة الآن على كيم فيلبي الذي كان يراقب ما يجري من حوله. 4 أشهر بعد فرار صديقيه ماكلاين وبورغيس قدم استقالته من كل مهامه. حدث ذلك في العام 51 900.
ثلاث سنوات بعد ذلك هرب إلى الغرب الدبلوماسي ورجل الاستخبارات الروسي فلاديمير بيتروف، وكان فيما كشفه أن كيم فيلبي كان عميلا للكاجيبي. تم تشكيل لجنة نيابية للتحقيق، تم الاستماع إليه وتمت تبرئته. لم تكن هناك أدلة مادية على عمالته للسوفيات. بعد أن أبعد بشكل نهائي عن MI6 استقر في بيروت وعاد إلى ممارسة الصحافة. كان مراسلا لذا أوبسيرفر وبعدها لذا إيكونوميست. كان حاضرا خلال أزمة السويس في العام 1956-1900 وعاد إلى نشاطه التجسسي. بعد سنوات لم يستطع التأقلم مع المناخ العام في موسكو، فسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث توفي في العام 68-1900.